متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. وامطار غزيره تضرب الاسكندريه الان زي ما حضراتكم شايفين، امطار غزيره تتساقط على عروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه. ايه الحكايه وايه اللي بيحصل؟ خلاص دخلنا في الشتاء وخلصنا من الصيف. احنا مش في خريف يا جماعه، احنا في شتاء والاجواء زي ما حضراتكم شايفين. بنتابع معاكم اجواء الامطار دلوقتي من اسكندريه زي ما حضراتكم شايفين الاجواء النهارده عامله ازاي. سحب وامطار غزيره تغزو الاسكندريه، سحب وامطار غزيره تغزو الاسكندريه زي ما حضراتكم شايفين. وبنتابع معاكم الاجواء عامله ازاي. هنا اجواء امطار وسيول تساقط الان على الاسكندريه زي ما حضراتكم شايفين الاجواء عامله ازاي. هنا اللهم صيبا نافعا، امطار الخير تتساقط يا جماعه، اللهم صيبا نافعا. ادعوا كتير في الساعات دي لعلها ساعه استجابه. امطار تتساقط الان على عروس البحر الابيض المتوسط. وطبعا ما زال في غيوم في سماء الاسكندريه من امبارح، بنتابع معاكم وبننقل لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين وبنتابع مع حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، امطار الخير تتساقط الان على عروس البحر الابيض المتوسط، امطار غزيره، اجواء ممطره. تفاصيل بنقلها لحضراتكم وبرصدها لحضراتكم من خلال ابو كبير ميديا، بنتابع معاكم الاجواء عامله ازاي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا منذ الساعات او الصباح الباكر تشهد عروس البحر الابيض المتوسط امطار غزيره، اللهم صيبا نافعا وهي لعلها امطار الخير فعلا. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا الاجواء عامله ازاي، اجواء الامطار عامله ازاي. طبعا والاسكندرانيه بيتمشوا في عز الامطار وبيستمتعوا بالاجواء الحلوه جدا اللي موجوده في الاجواء، طبعا اجواء الامطار واجواء الشتاء اللي كانوا مستنيينها بعد طبعا مش عارفه واضح لحضراتكم ولا لا، ولكن ظهور قوس قزح في السماء. ظهور قوس قزح في سماء الإسكندرية الآن زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي معانا الاجواء عامله ازاي، اجواء عروس البحر الابيض المتوسط، امطار غزيره وغيوم وكمان ظهور قوس قزح في سماء الاسكندريه زي ما حضراتكم شايفين.
طبعا شفنا معاكم دلوقتي قوس قزح اللي هو متعدد الالوان اللي بيظهر اوقات للغيوم والشتاء، طبعا ظهر معانا واختفى في نفس الوقت. طبعا اكيد كلكم شفتوه معانا دلوقتي، يعني اجواء جميله جدا الناس كلها بتحبها، اجواء الامطار الغزيره جدا. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. طبعا زي ما حضرتك شايفين المواطنين بيحبوا الاجواء وبيتمشوا في عز الامطار. طبعا الامطار ما زالت تتساقط، الامطار ما زالت تتساقط على عروس البحر الابيض المتوسط. زي ما حضرتك شايفين السحب ما زالت في سماء الاسكندرية، وما زال هطول الامطار مستمر، امطار خفيفة ثم امطار كثيفة. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، غيوم وامطار غزيره اضرب الاسكندريه الان، وايضا ظهور قوس قزح في سماء الاسكندريه زي ما شفتوا معانا وزي ما بنشوف متابعينا الكرام. يعني اجواء الاسكندريه النهارده غير اجواء اسكندريه، غيوم في السماء واجواء يعني ممطره.